هنا سؤال من إحدى الأخوات، سألت عن الاحتفاظ يا شيخ بصور الموتى في الجوال يا شيخ. لا حرج، الصور لا حرج نعم في من حيث التصوير، نعم، أما من حيث أنه قد يغلو فيها أو ما إلى ذلك، أو قد تجدد الحزن بالنظر إليها، هذا معنى آخر. لكن من حيث نعم فعل التصوير، التصوير الفوتوغرافي الحديث نعم سواء كان بالكاميرات أو بالتصوير الرقمي لا حرج فيه، لا يدخل في التصوير المحرم. الحمد لله.